السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح الحين نبتدي ندخل في الجزء اللي الكثير منكم كان ينتظره وأتوقع مشتاقين له، وراح يكون خلنا نقول محطة انطلاق لرحلتنا في فن البونزاي. راح نتكلم عن الأدوات اللي تستخدم في البونزاي. طبعا في غير هذه الأدوات بعد بعض الأدوات، ما أقول في كثير، في أدوات زيادة عن هذه، ولكن راح نتكلم عن الأدوات هذه. راح أحدد لكم في البداية كل أداة والأدوات الأساسية في البداية، وبعدها راح نتطرق للأدوات الثانوية واللي ما أعتبرها ضرورية لممارسة فن البونزاي. أول شيء راح نتكلم فيه اللي هو منشأ الأدوات أو الدولة اللي تصنع الأدوات. طبعا أجود الأدوات هي اللي تكون صناعة يابانية، ولكن الأدوات اللي تكون صناعة يابانية تكون جدا غالية، وما أنصح أن نبتدي فيها لأن راح تكلفنا كثير وراح تحد من ميزانيتنا في أن احنا نمتلك الأدوات اللي الأساسية اللي نحتاجها. فالبديل المناسب أو الأنسب خلنا نقول اللي هو الأدوات من الصناعة الصينية. مع الفترة الأخيرة صار في تطور كبير للأدوات الصينية، فالأدوات الصينية هي أدوات زينة ومناسبة بالذات للهواة. في منها درجات، في منها درجة المبتدئين الاحترافيين، وفي درجة الأساتذة أو الماستر. طبعا راح تلاحظون في فرق بين الأدوات السوداء والأدوات الفضية. قبل أي شيء لازم نعرف الفرق بين النوعين. في أدوات مصنوعة من فولاذ عالي الكربون اللي هي هذه السودة، ما لها علاقة في اللون، لها علاقة في نوع الفولاذ المستخدم في الأداة. ميزة أدوات الفولاذ العالي الكربون إن صيانتها سهلة، ممكن نسنها بشكل منتظم وسنها بسيط وتنظيفها بسيط، لأن المادة اللي مصنوعة منها اللي هي فولاذ عالي الكربون صيانتها سهلة. عندنا هذه الثانية الفضية اللي هي مصنوعة من ستانلس ستيل. الستانلس ستيل كفولاذ أقوى من العالي الكربون، ولكن صيانته أصعب، يعني سن الأدوات يتطلب مجهود أكثر بحكم أن المادة صلبة أكثر وجامدة أكثر. فهذه الفرق بين الاثنين اللي لازم نعرفه. اللي راح يستخدم أدواته بشكل كثير نستخدم الفولاذ عالي الكربون. الفولاذ الستينلس ستيل لامتيازاته مثل ما قلت قوي، ما يتأثر بسهولة، صلب، ولكن صيانته شوي أصعب. فهذه أول شيء لازم نفهمه بين الاثنين، فما له فرق بين الجودة، هو مجرد اختلاف في المعدن اللي الأدوات مصنوعة منه. أول أداة اللي هي مقص الأغصان، نلاحظ أن شكله جدا مختلف عن المقص الزراعي اللي نستخدمه، بالذات جهة القطع تكون يعني ماخذة شكل محدب، فهذه تعطينا قطع مميز للأغصان بطريقة أن النبتة تلتئم والجرح يكون يلتئم بشكل غير ملاحظ قدر المستطاع. الأداة الثانية اللي هي من الأدوات الأساسية اللي هي النوب كاتر، أو الأداة اللي نقطع فيها القطع اللي تكون صغيرة وميتة أغلب الأحيان لتنظيف مكان القطع، وهذه شكلها مثل ما احنا ملاحظين محدب أكثر، فتاكل من الغصن أكثر فيلتئم بشكل أنظف من مقص الأغصان، ولكن استخداماتها مختلفة. المقص طبعا مثل ما شفنا في بداية الفيديو في ثلاث أحجام للمقص. هذا المقص المتوسط نقدر نستخدمه لقطع الأغصان المتوسطة خلنا نقول، ولكن أيضا ينفع بسبب الطرف الحاد أو الطويل لقطع الأغصان الرفيعة في الأشجار، بالذات الأطراف، أطراف النمو الجديدة واللي تكون رفيعة يعني.
فهذه هو المقص اللي لو بنختار من الثلاثة أنصح باستخدام هذا المقص، لأن استخداماته متعددة أكثر من المقص الجدا رفيع أو المقص اللي يكون أسمك وغليظ أكثر. الأداة الرابعة اللي أعتبرها أساسية اللي هي هذه اللي هي مشط الجذور. طبعا هذه تحتوي على أداتين، هني عندي المشط اللي نستخدمه على أساس نمشط الجذور، وعندي هذه الأداة في الطرف اللي هي على أساس أقدر أفتح جذور النبتة من الأصيص، بالذات الأصيص الفخار أو السيراميك. هذه الأداة تساعدني لأن بعكس الأصيص البلاستيك أنا ما أقدر أضغط على الأصيص وفك الجذور عن جدار الأصيص، فهذه الأداة من هذا الطرف تساعدني في أن أفتح الجذور عن جدار الأصيص. فهذه الأداة الرابعة اللي أعتبرها الأساسية. هذه الأدوات الأربعة اللي أنا أعتبرها الأدوات المهمة اللي لازم تكون عندنا. لما أني نستخدم مشط الجذور مهم أنه لما نمشط ما نمسك بهذه الطريقة، أنه بمسكة قوية نمسك بين صبعين بس نسحب، على أساس لو في جذور شوي سميكة أو قوية ما ما ممكن نمشطها، ما نقطع جذور ما لا داعي ان نقطعها. لما نمسك بهذه الطريقه ونسحب راح نقطع جذور نبغيها ولكن قاعده تقطع بسبب ان احنا نسحب بالقوه. فهذه المسكه اي شيء يمنعني معناته اشيل وارد اغير طريقه المشط، وراح نشوف هذه الطريقه في فيديوهات اللي راح ان شاء الله نشتغل على اشجار او شجيرات مع بعض فيها. عندنا هذه اللي هو المقص الرفيع او اللي يكون يعني اللي قص او قطع الاغصان اللي تكون رفيعه وما تكون سميكه، هذه اللي الشغل او العمل على النباتات بشكل مفصل ودقيق. مثل ما ذكرت المقص المتوسط يعطينا نفس الاستخدام، ولكن هذه يستخدم في المناطق اللي شوي يصعب مقص المتوسط انه يدخل فيها، فهذه يستخدم للقطع في الاماكن الشوية حساسة او ضيقة، نقطع اغصان تكون رفيعة وطرية الى حد ما. المقص السميك، هذه المقص يستخدم لقطع اغصان كبيرة الى حد ما، وايضا يستخدم لتقليم الجذور ايضا، فايضا يستخدم لتقليم الجذور، مع ان انا ما افضل استخدم هذا المقص لتقليم الجذور لان التقليم مع التربة راح يأثر على مستوى حدة الأداء، فلازم نعيد سنها بشكل مستمر لان التربة لما تدخل بين الشفرتين تبتدي تأثر على الحد في الشفرة فتصير الأداء سيئة الأداء، فلازم يعني نعيد صيانتها وسنها بشكل مستمر لما نستخدمها مع التربة. عندي هذه اللي هو مقص الواير اللي نلف على الأغصان على أساس نشكلها. طبعا في البعض راح يسأل ليش أنا ما ممكن مجرد أستخدم هذه الأداة اللي هي مقص الواير العادي اللي يستخدم في الكهرباء أو في المنزل بشكل عادي نحصلها في كل المحلات. الفرق في شيء واضح وبسيط، شكل هذه الأداة حاد في الرأس، هنا هذه الأداة الرأس مدور، فلما نقطع الواير من على الغصن هذه ما تاكل في الغصن ما تجرح الغصن، هذه لأنها مثلثة أو حادة راح تاكل في الغصن وممكن تكسر لي الغصن أو تجرح الغصن، فهذه ما أنصح نستخدمها لقطع الواير، هذه اللي تستخدم لقطع الواير. احيانا بالذات مع البونزاي الاشجار الكبيره يصعب علينا ان احنا نقطع الاغصان باي من الادوات بغض النظر مقص الاغصان او النوب كتر او غيره، فنحتاج منشار، فهذه المنشار منشار ياباني ولو انه مو بصناعه يابانيه تصميم ياباني، نستخدمه على اساس نقطع الاغصان اللي شوي سميكه وما نقدر نقطعها بالمقص الأغصان أو بالنوب كتر،
أو أحيانا لصعب وصول للأغصان وقطعها بشكل نظيف فنستخدم هذه المنشار. هذه الأداة اللي هي يسمونها الروت هوك أو ما أعرف شلون أترجم لكم الاسم بالعربي الصراحة، ولكن يستخدم لما نحب أن ننقل نبتة من أصيص إلى أصيص أو نمشط جذورها. هذه يستخدم لتفكيك الجذور العنيدة أو الجذور اللي شوي سميكة عساس يعني نغرس ونسحب شوي يكون يعطيني طريقة أسهل لتفكيك الجذور. أنا عموما ما أستخدمه، المشط بالنسبة لي كفاية، هذه ما أستخدمها يعني لحد الحين ما احتاجتها. هذه الأداة اللي هي البرانش سبلتر أو الأداة اللي نستخدمها على أساس نفلق الغصن أو نفتح الغصن من الوسط، هذه أداة ما أنصح بها للمبتدئين لأن استخدامها شوي يعني متطور. لو استخدمناها بشكل غلط ممكن يعني نجرح الشجرة بشكل ونخسرها، ولكن هذه الأداة تستخدم على أساس إن احنا نقدر نثني غصن يكون شوي صلب وقوي، فيستخدم على أساس إن نسوي جرح في وسط الغصن، نقطع في وسط الغصن فيصير طبقتين بدل طبقة واحدة ويسهل ثني الغصن بهذه الأداة. فمثل ما قلت هذه أداة ما أنصح بها للمبتدئين، هذه أداة تستخدم مثل ما يقولون في الشديد القوي. يعني هذه الأداة اللي هي الجن بلايرز، طبعا الجن كلمة يابانية ما نقصدها الجن مثل ما نقولها بالعربي. الجن اللي هي الأغصان البيضة الميتة في الأشجار، وهذه تستخدم على أساس نصنع هذه الأغصان الميتة في الشجرة على أساس نعطيها شكل معمر وشكل تأثير البيئة عليها من كسر أغصان وكذا. فهذه تستخدم ل إضافة هذه الصفة للشجرة من ناحية الأغصان الميتة. أيضا تستخدم وقت اللي مع الواير على أساس نمسك الغصن ونمسك الواير، نمسك الغصن باليد ونمسك الواير بهذه بالجن بلاير ونقدر نثني، لأن هذه تعطينا مسكة قوية في الواير نفسه ونقدر نثني الغصن بهذه. فهذه لها استخدامين مثل ما ذكرت. هذه الأداة اللي هي الملقط طبعا، هذه تستخدم لإزالة الأشياء الدقيقة مثلا من نباتات غير مرغوب فيها زرعت في الأصيص على أساس نسحبها بالجذور كاملة عشان ما تنبت مرة ثانية، أو إزالة أي شيء يكون دقيق، أو أحيانا في وسط الشجرة نحتاج نزيل أوراق ميتة أو أي شيء. فهذه الاستخدامات دقيقة نستخدمها، وهذه أيضا فيها نفس الأداة اللي في مشط الجذور على أساس أقدر أنه أفتح الجذور من حوالين الأصيص. فأتمنى أن استفدتم من هذا الشرح لأدوات البونزاي، واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.